تدين وزاره الخارجيه بشده اطلاق ميليشيات الحوثي الارهابيه ثلاث طائرات مسيره تجاه المنطقه الجنوبيه بالمملكه العربيه السعوديه الشقيقه. واشادت الوزاره بيقظه وكفاءه قوات التحالف دعم الشرعيه في اليمن والتي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها. كما جددت وزاره الخارجيه موقف مملكه البحرين الداعم. بقوه للمملكه العربيه السعوديه وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها، مؤكده ان الاعمال الارهابيه التي تقوم بها ميليشيات الحوثي بشكل ممنهج ومتعمد تشكل اعتداء سافرا على سياده المملكه العربيه السعوديه الشقيقه واستقرارها وسلامه اراضيها.